صباح النور يا شريف. بشير، انا كنت عايز اتكلم معاك في مساله خاصه. مساله خاصه؟ بس مش ينفع نتكلم هنا علشان الزملاء، يعني انت فاهماني؟ طبعا فاهماك. طيب اتفضلي معايا، انا هاخدك ونروح مكان هادي علشان نعرف نتكلم فيه على راحتنا. قوي يلا بينا. قول يا شريف. انا سامعاك يا حبيبي. ياه، ده انا كنت مستنيه اللحظه دي من زمان قوي. ده انا كنت خلاص هيأس، لكن الحمد لله انت حسيت بمشاعري ناحيتك. انت فهمتيني غلط. غلط؟ انا قلت نيجي نقعد نتكلم في مكان هادي بخصوص فرح. فرح؟ وانا ايه علاقتي بفرح؟ وبعدين انت جايبني هنا علشان تقولي كده؟ ارجوك اهدي وما تتضايقيش، وصدقيني مش هتخسري اي حاجه، بالعكس هتكسبي كتير قوي قوي قوي. انت مش كان نفسك تبقي نجمه اعلانات مشهوره؟ انا بقى اقدر احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه في غمضه عين، لو اقنعت بابا انه يطلب من وكاله الاعلانات اللي بتعمل لنا اعلانات شركه انك تبقي نجمه كل الاعلانات بتاعه الشركه. نجمه كل اعلانات الشركه؟ وطبعا انت عارفه اعلاناتنا مغرقه تلفزيون ليل نهار، يعني الملايين دي كلها هتتفرج عليك، يعني هتخش طريق النجوميه من اوسع الابواب. ده غير الاجر اللي انت هتاخديه عمرك ما هتحلمي بيه في الحمله الاعلانيه دي، يعني كل مشاكلك محلوله في ضربه واحده. ايه سكتي ليه؟ مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاك، عشان عارفه انك اذا نويت على حاجه يبقى تقدر تعملها. لكن قولي بقى، انا مكنتش عارفة ان فرح تأثيرها مذهل للدرجة دي عليك. هي عجباني، عجباني قوي قوي. وعشان رفضت تنضم لطابور المعجبات جننتك، مش كده؟ قولي بقى، ايه المطلوب مني؟ قصدي ايه المطلوب من فرح علشان تنفذ لي كل اللي وعدتني بيه؟ ايش ايه يا ست فرح الجمال والشياكه دي كلها؟ بصراحه اول ما ماما قبضت من شغلها الجديد ادتني نص مرتبها كله، قالت لي انزلي يا فرح اشتري كل اللي نفسك فيه. نزلت بقى طقمت وبضعت واشتريت الاكسسوارات دي، ولسه كمان بكره هجيب الكتب اللي انا عايزاها. على فكره لو احتجتي اي حاجه بيقولي لي يا مشير، احنا اخوات يعني. طبعا بس كل ده ب1000 جنيه؟ ايوه طبعا. وهي 1000 جنيه شويه؟ احنا كنا فين وبقينا فين يا مشير؟ ايوه بس انا ملاحظه ان الاكسسوارات اللي انت لابساها دي كلها فالصو. فالصو؟ وبعدين مهما مامتك اشتغلت مش هتقدر مثلا تغير لك الخاتم ده بخاتم الماس او تجيب لك طقم لولي. انت مال كلامك غريب وده متقيل كده النهارده؟ ما تزعليش مني، انا بهرج معاكي. عارفه مين سالني عليكي النهارده واقف بعيد وما نزلش عينه من عليكي؟ مين هيكون؟ مين يعني؟ المعجب الولهان شريف. مش بقولك دمك تقيل النهارده؟ ما تبقيش عبيطه، ده بيحبك ومستني اشاره واحده منك. وبعدين هو ده بقى اللي هيلبسك الالماس وكل اللي بتحلمي بيه واللي عمرك ما حلمتي بيه. والله يا مشيره انت شكلك فايقه ورايقه قوي النهارده، وانا بقى ورايا محاضره ومش فاضيه لك. باي. قلت لها؟ طبعا. وقالت لك ايه؟ ما تستعجلش قوي كده، هي دماغها مش هتميل من اول مره، بس انا بطمنك الزن على الودان امر من السحر. فرح، انت رايحه فين؟ كون رايحه فين يعني يا مشيره مروحه؟ طب ما تيجي نروح نشرب حاجه. لا 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 ماليش مزاج، وبعدين وقت اتاخر قوي. وقت ايه اللي اتاخر؟ انت في ايه اللي جرالك؟ بقينا نيجي بميعاد ونروح بميعاد ونخاف نتاخر ربع ساعه عشان ماما ظابطه الساعه الميقاتيه. مشيره انا ما احبكيش تكلمي كده، لا عليا ولا على ماما. ياه، دلوقتي طريقتي ما بقتش تعجبك؟ ما كانت عاجباكي زمان وكنتي بتطلبي النصيحه والمشوره. انا ماشيه، باي. استني بس، انت زعلتي؟ انا مقصودش، انا قلبي عليكي. خلاص حصل خير. طيب ممكن بقى نص ساعه نروح نشرب فيها حاجه عشان انا عايزاكي في حاجه مهمه جدا، ولا هتكسفيني؟ انا اقدر برضه. طب يلا. انت ايه حكايتك بالظبط يا مشيره؟ انت خلاص ما بقالكيش سيره طول النهار غير برنس الشريف بتاعك ده؟ هو ده الموضوع المهم اللي كنت عايز تكلميني فيه؟ في ايه يا فرح مالك؟ ما تهدي شويه، انت مالك اتوترتي كده لما جت سيرته؟ ما تجيبي من الاخر يا مشيره وتقولي انت عايزه ايه بالظبط من غير لف ولا دوران. كويس كده الكلام هيبقى اسهل، بس المهم يكون عندك استعداد تسمعي. لا اتكلمي براحتك انا سامعاكي. الشريف بيحبك يا فرح.
ياه، انت ايه اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ ده ياما كلمني عليكي. بصراحه بقى هو مصطني عشان احنن قلبك عليه، ده ما بينامش الليل يا بنتي من كتر ما بيفكر فيكي. يا عيني للدرجه دي؟ يا ريتك يا فرح تحبيه عشر الحب اللي هو بيحبه لك. معلش يا مشيره بقى، نعمل ايه؟ القلب وما يريد، ولا هو الحب بالعافيه؟ لا بس انا ما قلتلكيش حبيه، بس على الاقل ريحيه. ريحه ازاي يعني يا مشيره؟ يعني تخرجوا تتفسحوا وتهيصوا وتنبسطوا، وانتي مش هتخسري حاجه، بالعكس هتكسبي، وهتكسبي كتير قوي. لا والله يا مشيره انا مش فاهمه، يا ريت تشرحي لي اكتر. يعني اوعي تفتكري ان وظيفه مامتك الجديده دي هتحقق لك كل احلامك، ومرتبها مهما كبر عمره ما هيجيب لك كل اللي نفسك فيه. لكن برنس شريف طبعا هيحققها لي كلها، مش كده؟ هيقول لك شبيك لبيك، كل اللي نفسك فيه بين ايديك، لبس، ذهب، عربيه، كل اللي انت عايزاه. طب ويا ترى ايه المقابل بقى؟ هو عنده فيلا في العين السخنه، يعني مسافة ساعة من هنا تبقوا هناك، تروحوا في ميعاد الجامعة وترجعوا آخر النهار، تقضوا هناك على أقل مرة كل أسبوع، ولا من شاف ولا من داري. ها قلتي إيه؟ طب أنا عايزة أفهم حاجة بقى وبصراحة كده، أنتي مستفيدة إيه من الموضوع ده؟ أنا؟ يعني مش زي ما أنتي متصورة، أنا يهمني مصلحتك يا حبيبتي. مصلحتي؟ لا مصلحتي انا عارفاها كويس قوي يا مشيره، مش محتاجه حد يفهمها لي. عمري ما كنت اتخيل انك تطلعي بالاخلاق دي، ده لو كان عندك اخلاق من اصله. انت اتجننتي؟ انا اتجننت؟ انا اتجننت يا سافله يا منحطه؟ بقول لك يا مشيره، انت كل ده عامله صاحبتي وعامله خايفه على مصلحتي. اتاريكي اتاريكي، لساني مش عارف ينطقها. لمي لسانك بدل ما افرج عليكي الجامعه كلها. انت فاكره نفسك ايه يا ماما؟ انت ولا حاجه، انت مجرد عيله تافهه وهايفه. اخلصي يا ليله الادب. تضربيني؟ انت تضربيني يا فرح؟ واوعى انسانك يجي على لساني مره تانية، انت فاهمه؟ وانت يا استاذ شريف جايز يكون عندك فلوس الدنيا دي كلها تشتري بيها اللي انت عايزه، الا حاجه واحده بس مش هتقدر تشتريها، بنت عاديه جدا من اسره متواضعه قوي، لا عندها الجاه ولا المال ولا الحسب ولا النسب اللي عندك، لكن عندها حاجه واحده بس، اهلها عرفوا يربوها كويس ويعلموها الصح من الغلط، عشان يوم ما تقابل واحد حقير زيك تعرف تتعامل معاه ازاي. على فين يا سنيوره؟ انت ماشيه كده قبل ما تاخدي الامانه اللي ليكي عندي؟ عمري ما كنت اتخيل ان مشيره تفكر فيا بالشكل ده يا ماما، تبعني كده، تخليني فرجه قدام كل زمايلي في الكليه. تمسحي دموعك الغالية قوي دي، والألم اللي اديتهولك مشيرة ده لازم تبقي فخورة بيه. فخورة؟ طبعا فخورة، لأن لما زمايلك هيعرفوا سبب الألم ده لازم يبقى وسام على صدرك. لا يا ماما، لا ماما، أنا مش قادرة أفهم لغاية دلوقتي إزاي مشيرة اللي اعتبرتها صديقة عمري وأقرب إنسانة ليا تعمل فيا كده يا ماما. صدقتي كلامي؟ الصداقة يا حبيبتي مش معناها ان انتوا تخرجوا مع بعض وتروحوا مشاوير وتشربوا شاي وتتسايروا في الكلام. الصداقة الحقيقية يعني امانة، يعني تخاف عليكي، تحس بيكي، تتوجع على وجعك. عارفة يا ماما، عارفة انا فكرت ايه ساعة لما مشيرة ضربتني بالقلم؟ فكرتي في ايه؟ افتكرت لما كنتي بتقولي لي ابعدي عنها يا فرح، دي مش الصديقة اللي تقتمنيها على اسرارك ومشاعرك. بس انا ما فهمتش. يعني صدقتي دلوقتي ان ماما ما كانتش عايزه تتحكم فيكي وفي اصحابك وفي حياتك؟ كان عندك حق يا ماما، انا اسفه. يا اختي يا حبيبتي ما تزعليش، انا دلوقتي بس عرفت ليه صداقتك انت وطنط وصال استمرت كل السنين دي، عشان كانت صداقه شريفه مبنيه على المحبه مش المصلحه. انا فرحانه قوي اني بسمع منك الكلام ده، من فضلك ما تزعليش، عايزه بنتي تبقى جامده وقويه لانك ما غلطتيش في حاجه حبيبتي. بعد كده نعرف نختار اصحابنا، ما تندميش على حد ما يستاهلش الندم. حاضر اختي. يلا، عايزه بنتي زي القمر.
فرحاني قوي يا بابا قوي. طب ما تفرحيني معاكي. النهارده بس عرفت ان تربيتي وتعبي ما راحوش هدر. ايه اللي حصل؟ فرح بنتي كان عندها فرصه انها تختار بين الفلوس اللي كانت بتحلم بيها وبين المبادئ اللي انا ربيتها عليها، واختارت المبادئ. انا فرحان قوي اني بسمع الكلام ده منك. وانا كمان فرحانه قوي لانها ابتدت تحكي لي على كل اسرارها وكل مشاكلها زي زمان. ربنا يطمن قلبك عليها ويشهدك بيها، ويطمني انا كمان على ناديه اختك. ناديه؟ امه انا رايح اطمن عليها كمان، وربنا يرجعني مقبول الخاطر من عندها. لا هيرجعك، انا فرحانه فرحانه. الله، ريحه الملوخيه تجنن يا ماما، ده دكتور خالد هاكل صوابعه وراها. الف هنا وشفا حبيبتي، الف هنا وشفا. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ انت لابسه قصير كده ليه؟ وايه المكياج ده؟ وايه الكوبه اللي على دماغك دي؟ معلش يا ماما بقى، النهارده سماح، ده دكتور خالد جاي، الرجلاشه كلها برضه رجلاشه ومهواشه. انت عارفه ان هو صعب عليا جدا لما قال لي انه نفسه ياكل ملوخيه وبقاله سنين ما قعدش في وسط عيله ولما. يا عيني، لا بس من هنا ورايح ما يشيلش هم ابدا، كل يوم من ده، بس على الله بقى ما يكسبش مننا. انت بقى بيقولي له النهارده الكلام ده؟ اقول له ايه؟ اذا كنت انا مكسوفه ان انا عزمته على العشاء النهارده، كان لازم استنى جدك لما يرجع عشان يبقى في راجل في البيت. ليه يا ماما؟ يعني دكتور خالد ما بقاش غريب، وبعدين يعني تامر مش عاجبك؟ يعني مش راجل يعني؟ طبعا راجل. وبعدين على الاقل نرد له شويه من جمايله علينا يا ماما، ده كفايه المرتب اللي اداهولك دول 3000 جنيه يا ماما، يحلوا لنا كل مشاكلنا. يا ريتك كنت اشتغلتي معاه من زمان. انا عايزه اقول لك ان انا لما فتحت الظرف ما كنتش مصدقه نفسي. 3000 جنيه ليه؟ انت مستكتراهم ولا ايه يا ماما؟ اوعي تقولي له كده. لا انا بس كنت عايزه اكلمه في الموضوع، انا عملت ايه عشان يديني 3000 جنيه؟ لا ازاي بقى يا ماما؟ ماما انت خبرتك تستاهل اكتر من كده بكتير. وبعدين بصراحه بقى دكتور خالد ده شكله ضحك عليكي. انا ضحك عليا انا في ايه؟ كان المفروض يديكي مكافاه شهر ولا اتنين على الرسومات والتصميمات التحفه اللي عملتيها للمجمع الاسكاني دي. هو ايه بقى بلاش؟ انت اتجننتي يا بنت، انت اتجننتي. طب ماما احنا هنفضل واقفين نتكلم كده؟ فاضل نص ساعه ودكتور خالد يجي، هو قال انه هيجي الساعه 10 بالظبط، هتستقبليه بالبيجامه؟ يا حبيبتي انا عامله مكياج وعامله شعري، هغير هدومي بس، روحي خلي اخوكي يجهز. حاضر، ده انا هلبسه بنفسي. اتفضلي. ايه الكوبه اللي عاملاها لي على دماغها دي؟ We'll be right back.